يتوقع خبراء الأرصاد الجوية أن يسود غدا الخميس طقس دافئ نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وشمال الصعيد، مائل للدفء على السواحل الشمالية ومائل الحرارة على جنوب الصعيد وبارد ليلا على أغلب الأنحاء. وفيما يلي مشاهدينا الكرام بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا بإذن الله على محافظات ومدن الجمهورية. نبدأها من محافظة القاهرة، فيها درجة الحرارة العظمى 22 درجة والصغرى 13 درجة، والجو في القاهرة معتدل، في الأسكندرية 21-12 والجو أيضا معتدل، في مطروح 20-12 والجو فيها أيضا معتدل، في بورسعيد 21-14 والجو فيها معتدل، وفي الإسماعيلية 23-12 والجو فيها أيضا معتدل. أما عن محافظة السويس فدرجة الحرارة العظمى هناك 22 درجة والصغرى 13 درجة والجو فيها معتدل، في العريش 21-11 والجو أيضا معتدل، في طابة 23-14 والجو فيها معتدل، في شرم الشيخ 25-15 والجو فيها معتدل، وفي الغردقة 26-14 والجو فيها أيضا معتدل. في محافظة الأقصر درجة الحرارة العظمى 28 والصغرى 14 والجو هناك مائل للحرارة، في أسوان 29-14 أيضا مائل للحرارة، في الوادي الجديد 27-14 مائل للحرارة، وفي شلاتين 27-19 مائل للحرارة، وأخيرا في حلايب 25-20 والجو فيها معتدل. الآن مشاهدينا الكرام نترك حضراتكم مع درجات الحرارة المتوقعة غدا الخميس في عدد من العواصم والمدن العربية والعالمية.